بين الصلب والطرائب، خلق منه زوجه وجعل منهما الأبناء والأقارب. نحمده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد دوى الطالب، ونعوذ بنور وجه الكريم من شر الأواقب. وأشهد أن لا إله إلا الله القوي الغالب، شهادة متن بأن الوحدانية الله أمر لازم ولازم. أرأيت الأرض في دورها كيف تمسكت بكل ثابت وسائب؟ أرأيت الشمس في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب؟ أرأيت نفسك نائما وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب؟ إذا رأيت ذلك كله فاخشى فلا نجاة لهذا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله لرسول الملك الواهب، ما من عاقل إلا علم أن الإيمان به حق وواجب. حضرة المكرم والمخترم جميع هيئة التحكيم، أيها الأساتذة الكرام، وأيها الطلاب والطالبات الأحبة، أيها السادة، كما لا يخفى عليكم أن اللغة العربية هي أصح اللغة وأغناها، وهي لغة القرآن ولغة الله الذي أنزل وحيه بها. القرآن الكريم في آيات عديدة نوه بشأن اللغة العربية، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الآية: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. الآية: وقال ابن فارس في قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، خلق الإنسان علمه البيان. الآية: فقدم الله عز وجل ذكر البيان على جميع ما توحد بخلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الآية: من فضل الله علينا أن الله علمنا البيان، فلما خص اللسان العربي بالبيان خاص عن سائر اللغة قاصر عنه. أيها الإخوة الكرام، والله لا أبالي، تعلمنا في الجامعة أن اللغة العربية من أوساء اللغة الإنسانية، بشهادة أعداء الأمة هي تعد من أقل اللغات الإنسانية. وفي اللغة العربية ممكن أن نشتق من كلمة عرفة مثلا 10 بل 100 كلمة. عندنا فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم الزمن، اسم مكان، وما أشبه ذلك. أيها الإخوة الكرام، مما لا يختلف فيه اثنان، إن اللغة العربية ذات مكانة سامية بين لغات العالم. علاوة على ذلك أنها أطول لغة، هي أمر وأقدم وأهدم. واللغات العربية من أعراق اللغة ذات التاريخ الإنساني والحضارة، ويكفيها شرفا وخلودا على أنها لغات القرآن الكريم وحارسة تراث الإسلام عبر الأجيال والقرون. وقد اختار الله جل وعلا اللغات العربية من بين لغات العالم لتكون لغات كتابه المبين، المنزل على رسوله الأمين، لينذر به العالمين بناء على
ala qalbika litakuna minal mudhirin bilisanin arabiyyin mubin al ayah waqad intashar al lughatul arabiyyah intisharan wasi'an tafuqul lughatul alamiyyatul ukhra ma'al intishar al islam fil alam wa fi nihayatil kalam anna al-lughah arabiyyah laha qimatu al-hadariyah mundu zaman tawil wa qimatu al-hadariyah ma'al asaf al-shadid bada'at tanhiyatu al-yawm walakin falya'rif anna sabab al-inhitati laysa a'idan ila al-lughah al-arabiyyah dhatiha walakin min jara'i taksirina khususan wal jil jadid ala wajil umum li'adamil mubalah wal ihtitamil fa'ik bi khidmati hadhil lughah ayol ikhwatul kiram hayya nahfadu lughatul quran mahabbatan ila rasulillah wa ta'diman ila lillahi ta'ala syukran kasiran hiya hadhihi ya khutbati in wajadtum akhta'u minni atlubu afwa minkum syukran kasiran wallahu al-muwafiq ila aqwamit tariq summa salam.